داخل قاعة طرابلس الكبرى توجهت كل الأنظار أينما تقام نهائيات التتويج بدوري الطائرة. في ختام الدور الرباعي وبعد أن حسم اللقب لصالح الأهلي طرابلس نظرياً بعدما تجاوز عقبة السوح للمطارد المباشر بثلاثية، وفي آخر جولة من النهائيات دخل الأهلي وهو يبحث عن شوط يجعله بطلاً لنسخة هذا العام واقعاً ملموساً أمام الاتحاد المصراتي والذي يلعب لخلط الأوراق وأحداث المفاجأة. وهكذا كانت بعد أن خطف ثلاثة أشواط نظير شوطين منصباً نفسه ثالثاً في سلم ترتيب الدوري، ما يؤهله لتمثيل البلاد في المحافل الخارجية. بفوز اليوم ونقطتين هذين تحصلنا على الترتيب الثالث في البطولة. إلى قبل انتهاء المباراة كان ترتيب الثالث لفريق الساريا، لكن بعد نهاية المباراة وفوزنا بعد المباراة الحمد لله استطعنا التحصل على الترتيب الثالث والله الحمد. الطبعة 46 سارت كما أراد لها اتحاد اللعبة، وقال فيها الأهلي كلمته ووضعها الفريق هدفا حتى عانق شباك الطائرة بقيادة المدرب التونسي عمر نصراوي للمرة الثامنة بعد صيام دام لثمانية مواسم متتالية. الحمد لله، أول شيء على التتويج بعد فترة طويلة غاب 8 سنوات. اليوم البطولة الثامنة، بدينا في فترة متأخرة شوية والدوري كان مضغوط وفترة قصيرة، تعبنا شوية من الإصابات الفترة الأولى، المحترفين يعني جاونا في آخر لحظة، ما كانش عندنا اختيار كبير. أزال فيه بطولة الكاس والبطولة الأفريقية إن شاء الله، إن شاء الله نقدم مستوى يليق بينا وباسم نادي الأهلي وبجميع الناس اللي قدمت الدعم لهذا الفريق. عرس كروي شهدته القاعة الكبرى بتنظيم نال الثناء رغم الجزئيات التي كسر حاجزها عشاق اللعبة وجماهير الأهلي، والتي احتفلت فرحا وتهليلا بلقب عاد إلى الديار مع مرور 8 أعوام.